سريعا عايزة أطمئن أيضا جمهوري وجمهور أستاذ محمد حسنين هيكل على صحته. صحيح الأستاذ هيكل لسه في العناية المركزة، لكن أظن أنه هو هيخرج منها إما مساء اليوم أو بإذن الله صباح غد إن شاء الله. يعني أستاذ هيكل مقاتل، فيعني وبالتالي تاني يوم قدر أنه هو يقف على رجله برغم أنه هو يعني أجرى جراحة، يعني تعتبر جراحة كبيرة في عظمة الفخذ، لكن هو بصحة جيدة الحمد لله، ويعني إن شاء الله يعود إلى نشاطه سريعا، وأتمنى له كل صحة بإذن الله.